يقال أن العقد الآن موجود في دوائر النزاهة، يقال، بس نحن في بلد النزاهة فيه تحتاج إلى نزاهة، نحن في بلد لجانه تحتاج إلى لجان. هاي مصيبة أخرى يعني بهالبلد هذا. أنا مرات يقولوا لي ساكت اليوم ما تحكي، تعبت مليت، عليه ما نحكي، منين أبلش وين أروح؟ منين أمشي؟ هسه احنا اليوم جايين نسولف على المنتخب. تمام، أروح وياك على تمام، أروح وياك على المنتخب بصراحة روان. قائمة شلون؟ أقول لك احنا اليوم جايين نسولف على المنتخب، راح يخلص البرنامج. أنا ليش اليوم اختاريتك بوحدك؟ لأن بصراحة ما من اكو ضيف متواجد اعرف روان كثير كلام بداخله. اليوم كيف شاهدت قائمة المنتخب الوطني اللي ظهرت لي بطولة كأس العرب؟ اليوم طلعنا من بلاوي الطبيعية عقودنا انا نسولف بشكل فني. زين، التطبيعية بس هذا العقد بأمور، ماكو عقود اخرى؟ نبيل ما بقى على البرنامج هواي، خليها غير حلقة. تمام، شلون نشوف قائمة منتخبنا الوطني؟ شوف، الحديث عن قائمة منتخبنا الوطني، بالبداية لازم نحدد الهدف. شنو الهدف من المشاركة في هذه البطولة؟ اكو منتخبات يعني اجت، اكو دول اجت بالفرق الرديفة، واكو دول بمنتخباتها الأولمبية، واكو دول بمنتخباتها الكاملة. طبعا مجموعتنا باستثناء كل المجاميع، مجموعتنا اجوا كاملين، فرق كاملة. طبعا انت لازم تحدد الهدف اللي تريده من مشاركة في هذه البطولة التي هي بالأخير بطولة ودية. بطولة ودية وتعتمد يعني عرقية على القومية، بس للعرب، من العرب، عرب آسيا وعرب أفريقيا. إذا كان الهدف خلق لاعبين ثلاثة أربعة يكملون ويصححون مسار تشكيلة المنتخب الوطني لما تبقى من التصفيات، المباريات الأربعة المقبلة، جيد جدا. ولكن إذا كان الهدف المنافسة على البطولة، ما أنا أعتبره قائمة أقل من المتوسطة. يعني أنت ما تشوف اليوم أنه ككادر تدريبي يبحث عن إنجاز بسبب الضغوطات؟ اليوم كثير كلام صار على التزوير، يريد يثبت للعالم أنه تعب على هذا المنتخب، برأيك فالإنجاز لابد منه؟ الإنجاز الحقيقي هو أن نصل للملحق، هذا هو الإنجاز الحقيقي. الإنجاز الحقيقي أن تصل للمربع الذهبي في بطولة أمم آسيا، كأس الخليج التي ولو هي أصبحت عصية علينا، وكأس العرب، لا إنجاز في هالبطولتين. يعني أنت اليوم تتحدث عن يعني عرب آسيا، نحن دائما متفوقين بنسبة كبيرة على عرب آسيا، سواء غرب آسيا أو الجانب الآخر. نجي على عرب أفريقيا اللي هم الجزائر ومصر وتونس والمغرب، هذول المنتخبات الأقوى بدرجة أقل، ليبيا وموريتانيا والآخرين. هاي المنتخبات ما مشاركه وياك بعناصرها المحترفه. تتحدث عن مصر، غالبيه نجومها المحترفين من محمد صلاح الى النني نزولا هم في دورياتهم. تتحدث عن الجزائر ايضا من رياض محرز نزولا هم في دورياتهم الاوروبيه، وكذلك المغرب وباقي المنتخبات. اذا